كل سنة وحضراتكم طيبين. يمكن من الحاجات اللي أنا بشوفها لطيفة أو من الأوجه الجميلة القليلة طبعاً لقصة كورونا هي إن هي بيّنت أهمية المناعة بالنسبة للناس، بيّنت إنه يعني إيه واحد يعيش والمناعة بتاعته نص نص، مش أحسن حاجة، نهيك طبعاً لو كانت منخفضة. مهم جداً إن إحنا لو بنتكلم على إزاي ندعم المناعة، لأن ده سؤال بيجيلنا كتير جداً، يا دكتور أخد إيه عشان المناعة بتاعتي تتحسن؟ أخد إيه عشان أخلي المناعة بتاعتي تبقى كويسة؟ في الحقيقة إنه للأسف الشديد مفيش حل سحري، مفيش دواء سحري نقدر ناخده يصلح المناعة والموضوع ينتهي عند هذا الحد. ببساطة شديدة ما كانش حد غلو. يمكن منظمة الصحة العالمية مثلاً في التوصيات بتاعتها قالت إنه معظم المكملات الغذائية اللي موجودة ملهاش فايدة كبيرة زي ما احنا متخيلين، بل على العكس يمكن على المدى الطويل أو المتوسط نشوف منها أضرار. في فرق كبير جداً إن أنت لو عايز عنصر معين يزيد في جسمك أو تستفيد بيه إن أنت تاخده من مكمل غذائي عن إن أنت تاخده من مصدر أكل طبيعي. طبعاً أكيد المصدر الطبيعي اللي هو من الغذاء بيبقى أفيد وامتصاصه بيبقى أحسن. لو اتكلمنا بشكل عام إزاي ندعم المناعة بتاعتنا ونخليها في أحسن صورها، لازم نسأل نفسينا سؤال الأول، إيه هي الحاجات اللي بتخلي المناعة بتاعتنا تضعف؟ أو إيه هي الحاجات اللي على المدى القصير أو المتوسط أو يمكن البعيد بتخلي المناعة بتاعتنا في أسوأ صورها؟ لا تفعل الحلويات، الأكل السريع، الوزن الزايد والسمنة، قلة الحركة، التدخين طبعاً وبالذات التدخين بشراهة، الحاجات دي كلها بيبقى ليها انعكاس سلبي على المناعة بتاعتنا. في واحد بيبقى على طول الوقت عمال بيشرب مياه غازية بشكل عنيف جداً ويسألني أخد إيه عشان أحسن المناعة؟ لو عايز تعمل حاجات إيجابية عشان تحسن المناعة بتاعتك كل يوم مثلاً لو هتمشي لك نص ساعة ما تتخيلش دوت انعكاسه الإيجابي على المناعة بتاعتك قد إيه. خلي دايماً كل يوم في وجباتك يبقى فيه حصة للخضار، للفاكهة، للسلطة. بشكل عام الأنواع كلها ممكن تبقى مفيدة، في أنواع معينة هتنعكس علينا بشكل إيجابي زي مثلا الأرنبيط، البروكلي، الحاجات دي كلها بتنعكس بشكل إيجابي وبتدينا عنصر الزنك اللي بيبقى ناقص عندنا في معظم الأحوال وبيدعم المناعة بتاعتنا. مضادات الأكسدة اللي موجودة في أنواع كتيرة جدا من الأكل والفاكهة زي الفراولة مثلا تبقى موجودة. قلل من العصاير في الأكل بتاعك ودخل مكانها المية. الشاي والقهوة احنا دايما بنقول ان دي حاجات مفيدة تقدر تشربها، بس لو سمحت حط عينك على السكر اللي فيها، كل ما السكر بيزيد كل ما فايدتها بتقل. حط عينك على كمية المية اللي انت بتشربها على مدار اليوم. قسم الاكل بتاعك فطار وغدا وعشاء، بلاش الوجبة الكبيرة اللي بتبقى موجودة بالليل اللي هي بتبقى غدا في عشاء وما بتبقاش مركز قوي انت بتاكل ايه في الوجبة دي، وغالبا الجزء النشوي بيبقى فيها كبير جدا. احرص كل يوم ان انت ما تقعدش فترة طويلة من غير ما تاكل، خد معاك اكل وطلعه وكله، وما تتحججش ان الشغل بتاعك ما بيسمحلكش بده او ان انت بتبقى مشغول. لا، ما لو قدر الله لو انت تعبت وصحتك نزلت ما الشغل ده هيتأثر اكيد. مفيش مبرر عن ان انت تاكل في المواعيد بتاعتك وتهتم بالمناعة بتاعتك. لكن طبعا كل واحد يختلف عن التاني، كل واحد تحاليله بتدينا حكاية او قصة مختلفة عن المريض التاني وبتقول ان هو محتاج حاجة معينة مختلفة او ازيد من زميله التاني. وبالتالي انت لو عارف ان المناعة بتاعتك فيها مشكلة ارجوك ترجع للدكتور بتاعك وتكلم معاه، هيطلب منك شوية تحاليل يبص عليها وهيساعدك في ان الامر ده يتظبط اكتر واكتر. شكرا جزيلا، كل سنة وانت طيبين.